السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كيفية تحميل أي فيديو من على موقع الفيسبوك، إزاي ممكن أقدر أحمله على جهازي. طبعا دي الصفحة اللي احنا بنشوفها كلنا أول ما بنيجي نشوف أي فيديو على الفيسبوك. كل المطلوب منك أنت تاخد اللينك اللي موجود فوق ده الأدرس بار كوبي، وتدخل على الموقع اللي هو اسمه داون vids.net، وتبدأ تحط اللينك اللي انت خدته هنا كده، تقول له داونلود، تحرك صفحة اعلانات طبعا تقفلها. بيبدأ هو ياخد بيدور على الفيديو وبيجيبه، داونلود ذيس فيديو، يبدأ زي ما احنا شايفين قدامنا يحمل في الفيديو. اتمنى يكون الشرح بسيط وواضح، والى اللقاء في دروس اخرى ان شاء الله.